اوصل له. طب انا اسم ناصر نفسي اعمل وزير التخطيط، اقول له وزاره التموين كلها فاشله. احنا مش شايفين اي سعاده، بالعكس ده احنا شايفين الهم والغم. انا مش شايفين اي سعاده. هنسحب بقى عيالها خلاص. مبسوطين يا داي، ايام زفت اللي داي ما عرفناش ايام اللي داي. والله العظيم الايام ما عرفناش ايام اللي داي والله. لا انا مش سعيد خالص. والله احنا مبسوطين ان احنا في مصر، احنا مبسوطين وفخورين ان احنا مصريين، انما حاله ماديه لا. اسف. سعيد ان شاء الله. سعداء فرح مش سعيد غدا. هاني السعاده دي على ابواب رمضان مش عارفين يجيب كيلو بلح.